وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل مسؤول القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين الدكتور أحمد الخطيب. أهلا ومرحبا بك دكتور أحمد. بداية، قدمتم بالتعاون مع منظمة أم القرى مساعدات للنازحين في نينوى، هل لك أن تطلعنا أكثر على هذه الحملة وما قدم فيها وأعداد المستفيدين منها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية طيبة لكم ولمشاهدي قناة الرافدين. حياك الله. أخي، بعد المناشدات الكثيرة التي وصلت إلى القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين، نعم، من إدارة مخيمات حسن شام، وذلك بسبب عزوف كثير من المنظمات الإغاثية المحلية والدولية عن تقديم المساعدات الإغاثية للعائلات النازحة في هذه المخيمات، حيث زار وفد من القسم الإغاثي والتعاون مع منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية مخيم حسن شام، واجتمع مع إدارة المخيم للاطلاع على احتياجات العائلات النازحة الضرورية. نعم. ودوري أقدم القسم الإغاثي وبالتعاون مع المنظمة أكثر من 1000 سلة غذائية، وتحديدا 1150 سلة غذائية مع 1500 كيس خبز، وكذلك قدم أكثر من 1000 نسخة من القرآن الكريم كهدية للعائلات النازحة. نعم. بدورها تقدمت إدارة المخيم والعائلات النازحة بالشكر والتقدير لهيئة علماء المسلمين ومنظمة أم القرى على هذه المبادرة الطيبة. طيب دكتور أحمد، يعني هذه الحملة ليست الأولى لهيئة علماء المسلمين في محافظة نينوى، ولكنها الأولى في مخيم حسن شام 3. هل لك أن تطلعنا على الآلية التي يتم من خلالها اختيار المناطق التي تقدم فيها المساعدات؟ حقيقة أخي الكريم، كما قلت أنه بعد المناشدات الكثيرة التي تقدمت لنا من إدارة المخيم، يعني حبينا أن نطلع على أهم المشكلات والمعوقات التي تعاني منها العائلات النازحة. إدارة المخيم قدمت لنا عدة أمور كثيرة جدا، ومن ضمنها أن هناك نقص واضح في تقديم المساعدات الغذائية الضرورية التي تحتاج لها العائلة النازحة بشكل يومي، حيث لا يمكن الاستغناء عنها. وهناك نقص واضح، هذا النقص سبب الإهمال الحكومي وقلة وصول المساعدات الإغاثية من المنظمات والهيئات المحلية والدولية. هنا لابد أن أذكر أن يعني مدير إدارة المخيم حسن شام قال لنا أن هيئة علماء المسلمين ومنظمة أم القرى يعني كانت ولا زالت مستمرة في تقديم المساعدات. نعم. على عكس بعض المنظمات الإغاثية التي يعني للأسف غابت عن هذا المشهد، مشهد تقديم المساعدات. نعم. لسبب ما لا نعرفه. فالهيئة ومنظمة أم القرى قدمت هذه المساعدات الإغاثية يعني للنقص الواضح في المساعدات الغذائية الموجودة في المخيم. وكذلك طلبوا من عندنا عدة احتياجات، من ضمنها أن هناك شحة في تقديم مياه الشرب، لأنه كما قال لنا مدير المخيم أن نصيب الفرد الواحد من مياه الشرب الواصل لهم من اليون هو لترين ماء، وهذه يعني قليلة جدا، ونحن مقبلون على صيف حار. وكذلك يعني يحتاجون إلى مكيفات الهواء ومراوح كهربائية. طيب دكتور أحمد، يعني بالإضافة إلى هذه الأمور، أوضاع النازحين بشكل عام كيف هي في هذا المخيم؟ يعني نسمع في الأخبار أن هناك يعني رجوع للعائلات النازحة كما يروج في الإعلام الحكومي، وهذا الأمر يعني وجدناه غير صحيح، بل بالعكس هناك نزوح عكسي، كما أعطانا يعني مدير إدارة المخيم أن أعداد كثيرة رجعت إلى المخيمات بسبب قلة الخدمات الموجودة في محافظة نينوى، انعدام أبسط مقومات العيش، كهرباء، لا وجود للكهرباء، لا وجود للماء، لا وجود لأي فرص عمل، البطاقة التموينية لا يمكن الحصول عليها. فكثير من الأمور يعني اللي في ألجأت العائلات النازحة أنه ترجع للمخيمات بنزوح عكسي، والأعداد في الزياد.
كذلك هناك أمور كثيرة تخص الجانب الصحي، يعني أمراض كثيرة موجودة، كبار سن، نساء، أطفال، أمراض يعني أمراض المزمنة الموجودة في كبار السن يحتاجون إلى العلاج. هذه الأمور يعني الملاحظ أنه قلة وصول المنظمات نعم والهيئات نعم والمؤسسات الإغاثية بعد مرور 3 سنوات من النزوح، هذا يعني ما تعاني منه العائلة النازحة في طيب، الوقت الحاضر. أنتم في القسم الإغاثي مستمرون في تقديم المساعدات والسلات الغذائية وغير الغذائية للنازحين، لكن الخطة المستقبلية لتحقيق الهدف ما هي؟ كما تعلمون في أكثر من مناسبة ذكرنا أن القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين يعني تحاول أن تصل إلى كافة المخيمات الموجودة في المحافظات مع قلة الموارد، ولكنها يعني الحمد لله وصلت إلى المخيمات الموجودة في الأنبار والمخيمات الموجودة في مدينة كركوك والمخيمات في ديالى وكذلك في الموصل. فنحن يعني عندنا خطة مستقبلية في أنه نصل إلى كافة المخيمات وتقديم كافة المواد الإغاثية سواء كانت الغذائية أو الطبية أو الصحية أو حتى التعليمية. عندنا يعني منح مالية نقدمها للمدارس الموجودة في المخيمات لإدارة المدارس المحاضرين المتطوعين وكذلك للطلاب من العوائل المتحسسة والأيتام. مسؤول القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين الدكتور أحمد الخطيب، وفقكم الله فيما ترومون فعله، وشكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.